بند السيراميك ده من اهم البنود اللي احنا شغالين فيها، ويعتبر لو احنا خلصنا بند السيراميك يبقى اغلبيه الشغل بتاع الشقه ده خلص. طب احنا ازاي بنشتغل في بند السيراميك، وازاي اللي احنا بنستلمه، وازاي اللي احنا ايه الخطوات المبدئيه اللي احنا بنشتغل فيها الاول علشان نخلص البند ده؟ اولا في مبدا الحيطان او الارضيات، في الحوائط بنشوف الحيطه نفسها هي عايزه ايه، لو في اي فتحات بتتقفل، لو في اي حاجه في اي زيوت اي شحوم بتتشال، ده رقم واحد. رقم اتنين لو في اي ميلان او اي الحيطه مش مظبوطه بتتملي مونه علشان تظبط الحيطه معايا. وبعد كده بنبدا نشتغل عليها، بيبدا يشد الصنايعي، بيبدا يشد الخيطان بتاعته، وبعد ما بيشد الخيطان بيبدا يشتغل. طبعا قبل كل الخطوات دي اللي احنا بنعرف هل السيراميك ده اللي هيتركب بمونه ولا هيتركب بماده لزق اللي هي سيوتكس. لو هيتركب بالماده اللزق طبعا بنمحر الحيطه الاول وبنظبطها، بنستلمها راسيا وافقيا وبنظبطها الاول قبل ما نركب السيراميك. لو هتركب بمونه هو بيظبطها معاه وهو شغال. ده بالنسبه للحوائط. وطبعا بالنسبه للحوائط برضو بنبقى عارفين امتى المقاسات بالظبط بتبقى شغاله ازاي، القطعه الديكوريه هتتحط على ارتفاع كام، الغلايق نفسها بتبقى فوق ولا تحت. ده احنا كل ده بنظبطه قبل ما بيشتغل على حسب الديزاين اللي احنا شغالين بيه. نيجي للارضيات. طبعا احنا لو عندنا حوائط بنشتغل حوائط الاول وبعد كده الارضيات. نيجي للارضيات، بننظف الارضيه الاول، مفيش اي حاجه، اي شوائب او اي حاجه، اي جبس، ننظف الارضيه خالص. وبعد كده بنفرشها رمله. بعد ما بنفرشها رمله بنبدا ناخد حاجه اسمها الشرب. الشرب ده تحديد مستوى الشقه اللي انا هعلى بيه او هوطى بيه على حسب التشطيب اللي بره. طيب شطبنا وخدنا الشرب بتاعنا، بنبدا نشوف هل دي ماشيه متوافقه معانا مع البيبه اللي موجوده في الحمام او في المطبخ، علشان نعرف ارتفاعات السباكه نفسها وارتفاعات اللي هنعلى بالمستوى او هنقل بالمستوى. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما عرفنا الشرب نبدا بعد كده نفرش مونه بعد كده السيراميك، وبيبدا هو يشتغل. طبعا واحنا شغالين السيراميك بنشتغل على صلايب علشان تظبط معانا السيراميك، تظبط العراميس او اللحامات بتاعه السيراميك نفسها. ده في بند مثلا السيراميك. لو احنا بنشتغل بورسلين، طبعا البورسلين ليه طريقه مختلفه شويه عن السيراميك واحنا شغالين بيه. البورسلين بيحتاج ان احنا ندهنه في الاول ماده لزق الاول، وبنسيبه يوم ينشف، وبعد كده بنيجي نشتغل وبنحط على المونه ماده تاني اسمها ادبوند عشان تقوي البورسلين عندي، علشان بعد كده ما يضربش. وطبعا اللي انا بعمل حسابي واحنا شغالين اللي احنا نسيب الفواصل ما بين اللحامات دي بالصلايب اللي احنا شغالين بيها. بعد ما بنخلص بند السيراميك بنبدا اللي احنا ننظف في نفس اليوم، اللي احنا ننظف اللحامات ما بين السيراميك سواء حوائط او سواء ارضيات، علشان لما نيجي بعد كده نسقيها تبقى الشغل نفسه مظبوط، واللي هي تزي باحترافيه عاليه وباصول الصنعه اللي احنا شغالين بيها. بعد ما بتزيد بنبدا ننظف الشقه كلها، وبكده اللي احنا خلصنا بند السيراميك.